Tak peduli orang berkata apa, yang penting aku bahagia. Aku rindu pada sini, aku ingin jumpa sini. Semoga tidur malam nanti bisa jumpa dengan I'm gonna do it.
Rahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultano al-wadihi burhanu al-maktubi bi wujudi karamu wa insanu ta'alamadu wa zumazanu khalaqal halqa lihikma wa tawa alaiha ilma wa qadada lahum min fahibi minna bimma jaratihi fi akhtarihi al-kisma فأرسل إليهم أشرف عرقي وأجل أفيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بعرق هذا العبد المحبوب فانتشرت أشار شرفه في أوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت في وجودها أعناق الوجود وطرست برج العوالم بإعراج التكريم اللهم صل وسلم وأشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا انقضى بانتشار بدره بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره بالأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه أمننا من والا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا فتوقع في الحسن على مقام وتناهى بمجده وتعالى لاحظت العيون في مجدته بشرا كاملا يزيح الضلالا شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعكل معانيه الجلال صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والجهور ما ملأ الوجود القلب ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله شهادة تضرب بها اللسان أما تتمنع الجنان من التشبيك بها والإبعاد تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإيمان والتشبيك شواهده وأشهد أن سيدنا محمد أنت سعادك في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما امره بتبليغ عنه من قلبه ونفسه صلى الله عليه ابدا ارسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرساله وادى العالمين
نصيرا فكان بالمجد الجاهل المستبشرين سراجا ومنيرا صلى الله عليه وما دمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوجعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وزكى التحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها فيه العدل الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن حكمة لله وقبل عليه وآية الإخلاص صلى الله عليه فلا تيتسل بها له المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويكبر بها بعناية الله باسمه وعلى آله وصحبه الذين درجوا صعوبة المجد بقربه وتفيأوا تلال شرف الأصل بوده وحبه ما أثر الأكوان بنشر الإكرام والتشريف اللهم صل وسلم وشعر الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اما بعد فلما تلا فضل ولد الله بنعم القديم بدون اشعار تفسير سيد البشر الكريم بالهزيم والتكريم نفاده القدره الباهره بالنعمه الواسعه والمنه الغامره فقال ذلك ميت التصوير العالم الكبير عن العالم الكبير عن جمال مشهود بنا صلى الله عليه وسلم الجمال المدرك والحسن التام والزين وتنقل ذلك الجمال الميمون من الأسلاب الكريمة والبطون ومن سرور الضمة إلا وتمنى عليه من الله النعمة صلى الله عليه وسلم التام الذي يتنقل في بروجه ليتسرف في موضع الاستقرار وموضع خروجه والدول العبد الأسيال ما قد الوضع من سيادة النور معورة وخصص عليه من خصص وكان أسلاب الأسلاب الفاخر والرحم سلمة الطائلات أمر النبي على الشهادة فصدق البشر ونور حجر الأخطر الدور وفرفة على بديهة الرجل في هذه الحروف يأيكم يا ذلك القاسم على دمنا جاي بذلك النور يا عزم صلى الله عليه وسلم وإن جانت الأبدات في بعث من سلح صاحب ذلك الموسوم تسويق للسامع من خواص المؤمن لتربيه من متعلقنا بهذا النور المبين صلى الله عليه وسلم وإلا فإن تعرف الأجل من سعود خير لنا ولكن الزائدات لما أخذ من شاس مخلوقين وما أكرمه الله في مريض الفضل الذي أمن العالمين صلى الله عليه وسلم وقد رأيت من كلمة شورة على مر الأيام والشهور والسنين دائم تعرف بهذه الحضرة الكريمة ولا يتشوق إلى سماء الشام العظيم ولعل الله ينفع بهم متكلم والسامعين ولعل الله ينفع بهم متكلم والسامعين ولعل الله ينفع بهم متكلم والسامعين ويدخلان في شفاة هذا النبي الشافي ويشفعان في روح ذلك الكريم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا الله
مما استفاده الفهم من صفات اهل العبد المهذوب الكامل والشمائل التي يأذن الشمائل وهنا حسن ان نثبت ما بلغ الينا في جان هذا الحبيب من احبار واثار يد شرف في كتابة القلم والقرطاس وتتحسن في ادائه الاسماء والابصار وقد بلغنا في الحديث المشهوره ان اول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصوره فنور هذا الحبيب اول مخلوق مات في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بدا خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد اخرج عبد الرزاق بسبب سندي عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بابي وامي اخبرني عن اول شيء خلقه الله قبل الاشياء قال يا جابر ان الله خلق قبل الاشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اول النبيين في الخلق واخرهم في البعث وقد هذه الروايات بانه اول الخلق وجودا واشرفهم مولودا ولما كانت سعاده الابد لنا ملاحظه خفيه اختصت من شاءت من البريه بكمال الخصوصيه فاستودعت هذا النور المبين الصلاه والنور من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب ادم ونوره وابراهيم حتى اوصلت يد العلم الكريم الى من خصصته بالتكريم ابيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم امي التي هي بالمخاوف امنه السيدة الكريمة آمنة فطلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت أشامها بمعونة الله محافظة على حقها هذه الدرة وصانها فحملته في آية الله كما وردنا حملا خفيفا لا تدل له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلى حتى من أشهر بعد الشهر من حمله وقرب فقد بروده إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل الأعلى أعداد العالم بيوضات بدله وتنتشر فيها والجوهرة المصونة والكون كله يصبر ويمسي في سرور وابتهاج لقرب نور الحق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جوار كنوزه وكل قريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من آمن حملا في ذلك العام إلا أتت بأمرها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات
inilah hatiku yang menangis. Syair lagu semua ku tulis, ku yakin Tuhan pun tahu cinta di hati yang tak kunjung habis.